هذا وأكد الدكتور وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي للعلاقات الخارجية سابقا خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن سيطرة حزب الله الإرهابي على مرفأ بيروت منذ أكثر من 10 سنوات وعدم إخضاع تحركات ميليشياته للأنظمة والإجراءات المتبعة في الموانئ العالمية مكن الحزب من التحكم وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى عنابر المرفأ تحت ذريعة المقاومة المكذوبة. تنظيم حزب الله أولا موجود على لوائح الإرهاب الأمريكية ودول عديدة من كندا إلى جزء من الاتحاد الأوروبي إلى دول عربية، هذا أمر محسوم وواضح. ولكن أيضا الممارسات السابقة بالتفجيرات ضد عدد كبير من الأطراف الدولية إلى جانب بالطبع التفجيرات داخل لبنان واغتيال المواطنين، هذا الأمر محسوم ومعروف. الموضوع الآن هو ما هي مسؤولية حزب الله فيما جرى في بيروت، في مرفأ بيروت. ما هو معروف حتى الآن وهذا أيضا لا يناقش أنه حزب الله منذ أكثر من 10 سنوات على الأقل منذ 2008 ربما هو له دخول إلى مرفأ بيروت لا أحد بإمكانه أن أن يكشف عليه. لأن حزب الله يبرز ورقة يسميها المقاومة، فلا الجيش اللبناني ولا قوى الأمن ولا القوات الدولية، لا أحد يوقفه إذا أراد، وهو له كانت سيطرة على بعض العنابر.